نتغاضى أحيانا مو لعدم قدرتنا على الرد، بس لأن احنا نخاف أن نخسر الشخص اللي قدامنا. نغير بردود أفعالنا كثيرا، لأن الشخص اللي قدامنا يعني لنا الكثير، وعندنا قناعة كبيرة أن هالشخص هذا مو قاصد. نحس أن نوايانا مع كل الناس اللي حوالينا على أمل أن الناس هذه تحس أن نواياها معنا. ما أدري إذا اليوم صار الإنسان اللي يفكر بهالطريقة يعتبرونه ضعيف، ولا يعتبرونه مضمون، ولا يتمادون عليه. ما أدري ليش صار الإنسان اللي يقدر بكل بساطة بأنه يكون على طبيعته، لأنه متصالح مع نفسه. صاروا اليوم الناس يأخذونه على محمل أنه عمره ما راح يفارقهم، ويبدون بتصرفاتهم أحيانا يحسسون بأن ترى أنت إذا ابتعدنا عنك ممكن أنك ما تقدر تكمل بدوننا. متناسين تماما بأن القوة اللي قاعد يشوفونها قدامهم من هذا الشخص ما اكتسبها إلا من كسرات قبلهم، ما اكتسبها إلا من قلوب وايد أذتها من قبلهم، من أرواح شافت نفسها بأن هي أسمى وأجمل من أنه يعشقها. متناسين تماما بأن القوة اللي اكتسبها هذا الإنسان اكتسبها من وراء انكسارات لو أهما جربوا ربع واحدة فيهم لكانوا اليوم في عداد الأحباط ولا يقدرون يحركون ساكن. اليوم عطوا نفسهم الثقة بأنهم يشوفون هذا الإنسان لعملهم بحسن نية ومحبة، اللي عطاهم قدر واحترام كانوا يحلمون فيه من قبله، قاموا يشوفونه على أساس أن هذا الإنسان ما يقدر يخطي خطوة بعيد عنهم وما يقدر أبدا بأنه يفارقهم. طيب، يحتاج توضيح الموضوع عزيزي، والرسالة اللي بوصل لك إياها أتمنى أنها ما تكون قاسية عليك، ولكن أتمنى بأن لا يخيل لك أبدا بأنني لا أستطيع الابتعاد عنك. وإن كانت هذه قناعة لديك فأتمنى لك مشاهدة ممتعة وأنت تراني أبتعد، فأنا أقوى من أن يتم ضماني في حياة أحد، وأنا أفضل من أن يتم توقع تصرفاتي، وأنا أجمل من أن يتم تهميش مشاعري، وأنا أسمى من أن يتم أحباط قلبي، وأنا إنسان لا حبيت أحب الضمير. وإذا أنت مو قد هالحب، أنت اللي توكل على الله، أنا جبل ثابت بمكاني. وإذا في يوم حسبت ولو قليلا أن لحظات الضعف اللي أنا أمر فيها ولحظات الانكسار اللي تواجهني هي سبيلك وفرصتك في أن أنت تستغل ضعفي وتفرض علي قوتك، فأنت غلطان. تذكر أن الجبل مو في كل حالاته جبل، ولكنه يظل جبل، وأن القوي لو ما تكاثرت هذه الأمور في حياته كان ما علمته أكثر، وأن أنا مع كل مشكلة أكسب قوة كبيرة أكثر، ومع كل طيحة أوقف وأنا أقوى من أول، ومع كل هزة أستوعب بأني لازلت أسبب مشاكل عويصة لعقليات كثيرة. فلحظات ضعفي تخصني ولحظات قوتي تخص الجميع. إياك أن ترى الجبل يوم من الأيام مكسور وتحسب أنك تقدر تتسلقه بسهالة. الجبل يبقى جبل. كل شيء أكبر وأنا عندي أمل، عندي أمل إني أكبر مثل ما حلمي صغير. إن وصلت وما وصلت وما وصلت وما وصلت الجزاء يكفي تخطيت الكثير كثير. كل شيء أكبر وأنا عندي.